بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا فعاليات اليوم العلمي ان شاء الله. هنبدا بالدكتور حسين ان شاء الله. هي بريزنت اتوك اباوت فينال بايوبسي تو بي بايوبسي اوف نوت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عارف الوقت اللي هنطول شكرا يا ناس، بس كده سامحنا. طبعا في البدايه بنرحب بالدكتور دوله فلان. الصوره دي بتاعت الكورس في اكتوبر في مقر الجمعيه. كل دولة اتجبت ساعة من العزف المنفرد لمناقشة ثلاث حالات مع دكاترة الزمالة، ودكاترة بعض أثناء المناقشة كانوا متفاعلين جدا. فاحنا كلنا بنحط ايدينا في ايدين بعض، يعني ساعات وكيل الوزراء قال بنتنافس، لا احنا بنتكامل. جامعة صحة كله بيتكامل لخدمة البيشنتس. الدكتورة ايناس تحييها، ودي صورتها معانا في السراجة هي، ومسكت دور تمريض امتحانات فان شاء الله نستفيد برضه من خبرتها في مجال التدريب الزماله. فاحمد ماهر بيقول لنا ان شاء الله في المنصوره، ويا عائلتنا اللي هتساعدنا ان شاء الله. انا طبعا عشان نخش في الموضوع، الرينال بايوبسي ده انفيزيف ولا مش انفيزيف؟ انفيزيف. انا لما اجي اعمل حاجه انفيزيف ما كانش، استاذنكم يا جماعه الصوت، انا هعمل حاجه انفيزيف لازم ابقى عارف المخاطر اللي هتحصل، ولازم نتعلم لغه. اللغه دي كانت غايبه عننا. احنا دايما فرعنا ونقول له عيان يعمل بايوبسي يعمل بايوبسي. الطب مش كده. الطب فيه معطيات بنديها ونقاش في الاخر، المريض بيبقى عارف ايه الفايده من وراء اخذ البايوبسي. لكن انا افرض عليه بايوبسي واقول له هو كده، الكلام ده اللغه دي ما عادش متواجده، وخاصه بعد الاعلام وبعد الناس كلها بقت ممكن تشتكي والكلام ده. فالمفروض نتعلم لغه اخذ الايه؟ الكونسنت. كلمه انفورمد كونسنت حد عارف معناها؟ حد من اللي قاعدين عارف معنى من الجماعه؟ طبعا الدكاتره زمايلنا النواب. انفورمد كونسنت مش اسمها كونسنت. كونسنت دي بجيب واحد ابصمه والنبي لو سمحت وافق على بيع الارض، لا مش كده. انفورمد معناها ان انا بطلعه بلغه بسيطه على الفايده والضرر، ووازن القصه ازاي، وهو بيوزنها معايا، وفي الاخر القرار بيبقى للايه؟ للمريض. يبقى كلمه انفورمد كونسنت هو كونسنت بعد ما اديته المعطيات العلميه بلغه بسيطه يقدر يفهمها، وفي النهايه بتتبلور الصوره قدامه فعلا الفائده من وراءها اخطر من الضرر فبيوافق. وهو ما بيقتنع ويشوفك انت بتكلمه بلغه بروفيشنال ولطيفه، يعني الانجليز قالوا الدكتور كويس بتميز ب 3 ايز ability، وده اللي احنا بنعمله تدريب وتمرين واخذ، وازاي يعرف ياخد ديسيجن، وازاي يعمل عمليات، وازاي يعمل يكتب دواء والكلام ده. والحاله الثانيه يبقى ability availability، ودي نقطه مهمه جدا دكتوره دوله بتصر عليها. الاطباء بتوع الزماله اللي في الاماكن بيتدربوا ودي ريبورتس ان هم مش متواجدين، خلاص يعني بتحط فرملات فعلا، لان الكلام ده هو اللي بيعمل سمعه لهذه الشهاده. لو السمعه ضاعت ما بقالهاش لها قيمه، وهو من الصح فعلا حتى لو في شويه شده ويبقى لها اسم بيسمع في الدول العربيه، ده بيفيد الطبيب في مصر وخارج مصر. بعد كده الابيليتي افيلابيليتي متواجد، والايه الثالثه افابيليتي. افابيليتي يعني ايه؟ لطيف. لطيف يعني انا في جمله بتحضرني دلوقتي، يعني احد الاساتذه قالها لي، قال لك it is nice to be an important، ان انت تبقى شخص مهم، but it is more important to be nice. فالايه الثالثه دي اهم حاجه، يعني انت لو انت ايبل وافيلابل بس عملت شكل في كل الناس اللي موجوده في المستشفى ما لهاش قيمه. فاحنا بنستخدم كوكتيل من هذه الاشياء مع انسانيه عاليه، ان احنا بنوصل العيان فعلا وبيقتنع ساعتها. ما خرج من القلب وصل الى القلب في الغالب بيوافق على البايوبسي، غير ما تكون في السعوديه تقول له اعمل بايوبسي يقول لك مش عامل بايوبسي. طب امضي، انت عاوز امضي عشان نخلص، لكن ده مش طب. مش طب. في خمس اسئله بيبداوا بحرف دبليو نتعود عليهم في عشان اخد انفورمد كونسنت. يبقى الانفورمد كونسنت هي كونسنت بعد الاكسبلانيشن بلغه بسيطه جدا للبيشنت، ايه الفوائد وايه الضرر من هذا المانوفر ده بشكل عام في اي حاجه، في اي ديسيجن بناخده. ف ايه دي؟ انا عامل لك بايوبسي. يعني ايه بايوبسي؟ انا مش عارف بايوبسي يعني ايه. فلازم اعرفه كلمه بايوبسي معناها ايه؟ وليه عاوز اعملها؟ وازاي اعملها؟ ايه الريسك بنفيت؟ وايه البريكوشنز اللي انا اخدها عشان اقلل المشاكل اللي ممكن تحصل
من جراء عمل هذه البيوبسي اللغه اللي زمان قلت لازم تبقى مفهومه. مش هاجي اقول له زي واحد زميلنا زمان كان زمان واحنا طلبه في ثانيه طب شايل شنطه فالناس تقول له دكتور على طول دكتور راح دكتور اذا في حادثه فبيقولوا له دكتور نعمل ايه؟ قال لهم البيشنت ده عنده كونكتيف تيشو. يعني ايه كونكتيف؟ محتاج حقنتين ابيثيليوم. ما هو ما درسش غير هيستولوجي. فهي القصه ما بنستخدمش ميديكال جارجن، احنا بنتكلم كلام مفيد جدا كلير كريستال كلير. انت مش مستفيد حاجه من عمل البيوبسي. انا كطبيب مش هستفيد حاجه، انا ما اقرش ايديا عشان اخد فلوس منك، ده هي القصه فيها كذا كذا. فالكلام يوصل بلغه وسيمبل وبروفيشنال. اهم حاجه ان احنا تبقى بروفيشنال في اللغه بتاعتنا. واحنا برضو موضوع البيشنت سيجنتشر ده ثقافه غايبه عننا في معظم الاماكن. هو احنا قررنا بايوبسي ما يمضي ايه ولا ما يمضيش ايه. زمن العمليات بيعملوا امضى، يعني حد بيعمل عمليه من غير ما يمضي على ورقه، وحتى العيان لو ما يعرفش يمضي الدور بتاعه بصموه. ليه؟ عشان يكون ليجل، وممكن البيشنت يروح يشتكي ان انت عملت له عينه، وهو له الحق في الاول والاخر ان هو يقبل او يرفض عمل العيان. فلو طبقنا الخمسه دابي على البايوبسي هي عباره عن ايه؟ والله ناخد حته من الكلى، يعني حته من نسيج الكلى. هيقول لك قد ايه يعني انت هتشتري الكلى؟ لا، في حسابات بتقول ارقام، والعينه تقريبا واحد من 1000 جزء من 1000 جزء من الكلى هيتاخد في العينه الواحده. يبقى ده حاجه جزء بسيط من الكلى هناخده، وده هندرس فيه الكلى فيها ايه بالظبط، لان ده هتبقى الرؤيه. ما زال الرينال بايوبسي هي الجولد ستاندرد فور دايجنوزيس. مش انا متاكد من اصابه الكلى الا بشوف اعمل عينه وافحصها تحت الميكروسكوب. واي؟ لان دي انا هديك ادويه، الادويه دي ممكن لها اضرار كتيره جدا. ممكن العينه بتاعتك افاجئ ان انت مش محتاج هذه الادويه، يبقى انا جنبتك مضاعفات الادويه. الحاجه الثانيه بتديك اجابه على سؤال ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ودي برضه ثقافه ثانيه، وات از ذا بروجنوزس؟ ايه اللي هيصير؟ ايه اللي هيصير ما اعرفوش الا لما اشوف العينه. وتبقى بتكمل مع جزء، يعني احنا في الايفالويشن بتاع البيشنس في كلينيكال ولاب وباثولوجي، الثلاثه مع بعض بيعتبروا جزء، وراديولوجي كمان بيعتبروا الكلام ده كله بازلز بكملها بحيث اعرف اخد ديسيجن وابقى على يقين من هذا الكلام. فانا ممكن اجايد تريتمنت وافويد التريتمنت اللي مالهاش لازمه، وابقى عارف انا مستقبل الكلى ده راح فين. هاو؟ بقول له، ومكتوبه في الحاجات بتاع البروسيجرز بتاعت الزماله ازاي البايوبسي بتتاخد والكلام ده كله مكتوب بالتفصيل. انا بقول له بنعملها، بنبقى شايفين الابره اللي داخله فين بالظبط، ما بخش عمياني، فبعملها بالموجات الصوتيه وانا شايف الكلى قدام وشايف الابره داخله فين. فبقعد اشرح له الكلام ده. طب احس بالم؟ لازم ابقى مستعد. لا، هو في الم الاول بتاع البند الموضعي وبعد كده هيختفي الالم تماما، يبقى لازم نستخدم هذه اللغه. طيب هبقى شايف الابره وهي داخله، ده كله الترا ساوند جايد، ما بشتغلش عمياني. وبعدها لازم هتريح في السرير، وعلشان كده كانت سنه جميله دكتور اسامه بدا بعد الايفولوشن اللي عمله، ان بدا يبقى في رينال بايوبسي يتم هنا، لان في هنا انفيشن وفي ادوات وفي البريكوشنز كلها تتاخد. حكايه ان العيان يعمل بايوبسي ويمشي دي انا ما بحبهاش ابدا، ولا بفضلها على الاطلاق. لازم يقعد على الاقل 8 ساعات مستريح في السرير بعد البايوبسي، تاخد ملاحظاته انتنسف لمده 4 ساعات، وبعد كده لما الدنيا تبقى كويسه وجيب بول كويس انا ممكن اقلل شويه الريت بتاع الملاحظات لغايه تاني يوم الصبح. تاني يوم الصبح جاب بول كلير، خلاص جميل خالص. انا اهم حاجه بعمل الترا ساوند عندي، بطمن مفيش بليدنج، وبشوف الهيموجلوبين بتاعه، وبديله نصايح، بقول له انت خلي بالك القصه ما انتهتش عند كده، انت تقعد اسبوعين ما تبذلش مجهود عنيف ولا تحزق ولا تشتغل حاجه تقيله، لان الكلام ده تيشوز انا خدته، ده ممكن يحصل نزيف فيه، فتبقى حذر من الاستريننج وان انت تشتغل حاجه. خلاص هذا الكلام والعيان مشى في امان خلاص. يبقى ده هاو البايوبس اتعمل. نيجي بقى للمشاكل اللي ممكن البايوبس تعملها. الاستادي دي منشوره السنه اللي فاتت وعلى عدد تقريبا 9000 عيان، لانها ميتا اناليسيس من استادز كتيره. هنشوف المشاكل، ممكن يحصل هيماتوريا. هيماتوريا العيان يشوف، يعني انا بقول له والله في احتمال يحصل نزيف تشوف في البول، وده كلام مقبول، لان انا بخش في نسيج الكلى، فانا كده لازم هتلاقي الكلام ده. طب بنسبه قد ايه العيان هيشوف البليدنج؟ 3.5%. مين اللي هيحتاج بلاد ترانسفيوجن؟ مش كل الناس هتحتاج بلاد ترانسفيوجن، 9 من 10%، يعني كل 100 واحد هيعمل بايوبسي واحد ممكن يحتاج نقل دم، مش مشكله.
ممكن يبقى القصة في بعض الأحيان سيفير جدا، تستدعي في كل واحد من كل 200 يتعمل له انترفينشن عشان كنترول بليدنج بالانجيوجرام. ممكن تستدعي نفريكتومي في السيفير بليدنج، وده توقف على الخبرة والكلام ده، في واحد من 100% يعني كل 10,000 عيان واحد. ممكن حد يموت لكن انا لو جيت اطبق هذا الكلام على 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 كونسنت، هاجي اقول له انت تعمل عيله هتموت هيعملها؟ مش حد هعمل. يبقى هي لغه البروفيشنال. بيسالني يعني، انا حتى بدرب الطلبه عندنا في كليه الطب على البيوبسي، على على كيس البيوبسي دي، بس مش عشان عيان، عشان ريسيرش. يدعو واحد انه يخش في ريسيرش بيعتمد على البيوبسي. حاطط اسئله، انا عندي الم، لا هيجب عليه ده الم مش عارف بينج وكذا، ايه المشاكل كذا كذا كذا، طب في حاجات هتعملها لي؟ هعمل لك كذا. طب ممكن اموت لو عملت العينه دي؟ لو قلت طبعا حد هيعمل بايوبسي؟ لو انا برد هل ده بروفيشنال انستيتيوت؟ لا، احنا بنقول له والله ان 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 احنا في خبرتنا بقى لنا سنوات كثيره بنعمل البايوبسي دي، والبايوبسي ما ولا حد عندنا مال خالص. لكن في بعض الناس قالوا من كل 10,000 واحد 2 بيموت، لكن على مبدا ان دي كانت بتبقى نقص خبره وكلام زي كده، وما بتعملش الاجراءات اللي كانت بتعملها. لكن انت اديت له المعلومه، ما كذبش عليه، وفي نفس الوقت انا حضرت في الكونسنت في مستشفى في كامبريدج في انجلترا، بقول له من كل 50 واحد هشوف نزيف، من كل 100 نزيف قوي يستدعي غسيل المسام، وكل 200 هيقدر ممكن تحصل حاجات فاني، هو بقول له كده فاني ان الابره تخش في الانتستين، وحاجات ثانيه من كل 500 واحد الكبني تو بي تيكن اوت. يعني تخيل بقول له واحد ترانسبلانت من كل 500 حاله بتعمل كبني تيكن اوت بيكوز اوف بليدنج، وفي الاخر بيمضوا كلهم، لان الثقافه مختلفه. احنا بنحور الكلام لكن ما بنكذبش، بحيث ان البيشنت يتقبل هذا. في الاخر لازم في الاخر لازم احترم قراره، بس اديله المعطيات بشكل نايس، بشكل لطيف. لكن لو قال لي هموت لو عملت العينه، قلت له المفروض ضربني باللي في رجله يعني. فقصه كده. طيب السؤال مهم جدا، لازم ابقى عارف البريكوشنز اللي بعملها. ايه البريكوشن اللي عاملها هنا وبايوبسي؟ الجماعه بتوع الوضع اللي هنا، ايه البريكوشنز اللي عاملها العيان هيعمل بايوبسي؟ ممتاز. غير كده كويس، تعمل له اناليسيس، جميل، وتعمل له سي في سي، وتعمل له ايلاند، كويس قوي. يبقى احنا بنقسمها لبري بايوبسي بريكوشنز، وبريكوشنز اثناء البايوبسي، وبوست بروسيجرز او بوست بايوبسي بريكوشنز. ايه البريكوشنز اللي قبل؟ ابقى اخد هيستوري كويس، ياخد ادويه ولا ما ياخدش ادويه؟ يعني وفي حالات من حد تقدم النهارده كان بتاخد اسبرين وتوقف اسبوع. احنا بعد الالكتف بايوبسي الالكتف ما اجيش واخد اسبرين واقول له تعالى بايوبسي بليدنج تحصل مشكله. دكتورة فاطمة ازي حضرتك؟ السلام عليكم. اتفضلي كويس ان حضرتك وصلت في الوقت المناسب. محمد لا معلش معلش. استاذ دكتورة فاطمة الحسيني، استاذ نفر باثولوجي، طبعا عالم من اعلام نفر باثولوجي في مصر وكل الوطن العربي. استاذ دكتورة دولة بلال، دكتورة فاطمة، دكتورة فاطمة، دكتورة دولة بلال، استاذ ابرار الكلى والقصر العيني ومسؤولة الزمالك، دكتورة ايناس ضيفة من جناح حمام. فالبريكوشنز قبل اخد هيستوري كويس، اراجع الادويه. ما فيش حاجه اسمها ادخله على البوكس غير ما ابقى عارف الهيستوري، اشوف الضغط بتاعه يبقى كنترول. لو ضغطه 180 200 على 120 مش معقول ادخله على البوكس، هينزل. يبقى لازم اظبط له ضغطه الاول. اشوف صوره دم عاديه الاول، واحد ريت بتاعه 20,000 هعمله بايوكس مش هعمله بايوكس؟ يبقى اذا لازم اشوف الريت بتاعه اطمن عليها، واشوف الهيموجلوبين بتاعه، ابقى حاجز دم. يعني احنا كنا زمان بندخل العيان وما بنحبسلوش دم، واذا احتاج دم يبقى نديله في مركز الكلى. بعد كده اتعلمنا لا، يبقى الادفانس في دم موجود علشان ما نروحش ندور على القصه دي. على الرغم ان انا يعني تقريبا في كل الكارير بتاعي 20 سنه يمكن ما ادناش لحالات يعني حاجتين ثلاثه اللي خدونا الدم، وما فيش حد عمل تريك طبعا قصير خالص رغم ان الريت كبير جدا. يبقى ده البريكوشنز قبل، باخد هيستوري كويس، اراجع الادويه، اشوف الضغط، وبعدين اشوف اعمل زي ما قلت اي ان ار او البروثرومبين. البروثرومبين او الاي ان ار ده هيبريفر، لكن لو الكرياتين مش نورمال، لو الكرياتين عالي يبقى لازم اعمل بليدنج تايم كمان. يبقى ده الحاجات اللي بعملها قبل البايوبسي. اثناء البايوبسي لازم تكون بعمل المانوفر بروفيشنال،
بتابع الاجراءات امتى يبوظ البريز وامتى مش عارف ايه. طبعا المحاضره الرحيله هنعمل بايوبس اللي بقولها بعدين وازاي اخش كم مره المواطن الكراس وكذا والكلام ده كله الكلام مش مظبوط. يبقى لازم اعمل التكنيك مظبوط. وبعد ما اعمل التكنيك بعمل كومبريشن. في ناس ما بتعملش كومبريشن تقول لك انا يعني هوصل للكدني. لا الكومبريشن مهم جدا. 10 دقائق او ربع ساعه بعمل كومبريشن على التيشوز وبعد كده العيان طبعا بيعملها هو نايم على بروم بوزيشن وماسك البروب وبعد كده بنقله على السوبر بوزيشن ويروح في العنبر بقى تبقى اندر اوبزرفيشن بنقيس الضغط والنبض ونشوف البول اخباره ايه وبنحس ان مطمنين عليه. يبقى ده البريكوشن قبل اثناء وبعد. بنقعد نعمل البلاد بريشر والبلس عشان ما يفتناش لو حصل لو لقيت الضغط وطى اشك في بليدنج او اعمل الترا ساوند اشوف الهيموجلوبين واتعامل مع هذه القصه. العيان جاله بين سوبرابيك بين طبعا اشخص كلوت ريتنشن وساعتها بنجيب زميلنا من مسالك بيركب قسطره ويعمل بلادر ووش بحيث يخلصه من القلق من الام الكلوت ده. خلص البايوبسي بقول له لو سمحت وانت مروح انا دخلت في تيشوز تراك اسبوعين بونت سترين ما تشتغلش حاجه تقيله لان ممكن يحصل نزيف من هذا التراك. يبقى دي كل دي البريكوشن قبل واثناء وبعد البايوبسي. يبقى ده لازم اشرحها له. طبعا الموضوع النزيف ويحتاج بلاد ترانسفيوجن بتوقف على حجم الابره. لو انا بستخدم ابره كبيره 14 جوج غير 18 فهبقى متوقع ان ممكن يبقى منها نزيف اكتر. النمبر اوف ليدل باسس يبقى اذا انا اقللها بقدر المستطاع وما اقعدش ادخل حاجات كتير اعمل مانوفرز كتير. العيان بياخد انتبريتك لازم اوقفها اسبوع. لو مش عارف اوقفها طبعا ما بجازفش. الايج بتاع العيان كل ما زاد الكرياتين كل ما زاد كان اعلى من الاثنين يبقى اندكس اللي يحصل بليدنج فلازم اكوشس واعمل هنا بليدنج تايم مع الكوستومبين ما اعتمدش على الكوستومبين لوحده البلاد بريشر هناك. وما ينساش زي ما قلت العيان في الاول والاخر يقول او لا هعمل بايبس. جمله مهمه جدا كلينيكال امباسي امباسي يعني تعاطف مع البيشن لازم يحس حتى انت لو حافظ العيان من فولو اب وعارف انه عيان مش كويس وانت جواك عاوز تضربه لازم تتكلم معاه بحنان ولا انت ما دام قابلت تشتغل او تنفذ الديوتي اوف كير. بقى قصه لازم تبقى بروفيشنال بقى جواك بتقول كذا لكن ابتسامه وكذا لان فعلا الكلينيكال امباسي از كلينيكال بروسيجر والدكتور از دراج هي كلمه يعني هو يقول لك انا رحت لفلان ده هو ما بروح له برتاح رغم ما عملوش حاجه يعني ويمكن التاني اكثر علما لكن ما برتاحش معاه. احنا بنقول بقى تو بي ا جود دكتور احنا لازم نبقى جود كوميونيكيتور ازاي نتكلم مع الناس ازاي ناخد كونسنت ده مهم جدا جدا جدا. وانا بضيف عليها ان انت الواحد يبقى جود ارت جود اكتر يبقى ممثل جيد ممثل جيد كوميونيكيتور جيد بانسانيه بلطف ده اهم. ما ننساش الجمله it is nice to be an important but more important to be nice. هخش في الكيسز في 7 أو 8 سلايدز هقول لكم كل عيان في سلايد. العيان ده هو 30 سنه عنده 15 سنه هيستوري اوف تايب 1 دايابيتس 10 سنين هايبرتنشن البول بتاعه فيه 20 ريد سيل وجرام بروتين بير داي جرام معطيات الجي اف ار 460. خلي بالنا احنا بنستخدم الام دي ار ايكويشن ما بنقولش 70 والكلام ده اكتر من 70. لو استخدمنا الابيديولوجي ايكويشن ممكن نقول الارقام اللي بتطلع فيها لانها ممكن تمشي مع الارقام الاعلى. وبعدين سوليتري كده رايكم نعمله بايبس ولا ما نعملش؟ نعمل ولا ما نعملش؟ هتعمل؟ حد موافق ان حد ما يعني يقول راي ثاني؟ بغض النظر عن الفندس سواء فيرتونو بس او ما فيش انا الحاجه دي مش هعملها بايبس. ليه؟ سوليتري كده يبقى سوليتري كده لازم نحترمها لازم نحترمها. سرعه الكبد في خلفيه واحد دايابيتك 15 سنه وهايبر تنسف 10 سنين يعني يمكن الحاجه اللي انا حاططها عشان بعض الناس تقول بايوبسي الهيماتوريا اللي موجود. الهيماتوريا هنا انا اقعد افليها بقى اعمل الترا ساوند سي تي ام ار مش عارف ايه اعمل الكلام ده كله لكن هبعد عن البايوبسي بعدا بشرح على المرض لان ما مش هتفرق حاجه. الكبد فانكشن كويسه والعيان ده هل العيان ده بالمنظر ده العيان اللي هقعد اديله من سبريشن؟ انا مش هديله. فهنا هحترم السوليدري كدني وهبعد عن البايبس. انا بوريكم بس بناخد البيشن جلوبال طيب نفس العيان نوت دايابيتك
هايبرتنسف 10 سنين وسوليتري كيدني، اعمله بايوبسي ولا ما اعملش؟ برضه مش عامله، مش فارقه. عشان كده قلت لحضرتك الفندس مش هتفيد كتير قوي. اتفضل. بالظبط. انا مبسوط منك بس لو صبرت عليا ثانيه كنت ارتحت. المثال الثالث اهو. هنا شايفين ايه؟ العيان الدايبيتيك بس فيه 4 جرام بروتين وفي ديسمورفيك ار بي سيز 50 وفي كرياتين بيزيد. ده انا احتمال يكون في كريسنتد، احتمال يكون فاسكولايتس، احتمال هنا رغم ان السيلاتري كيدني، لكن انا هعمل العيان ده بايوبس. رايكم ايه؟ توافقوني ولا زعلانين؟ يبقى شوف انت، اذا كلامك اهو، يبقى السيلاتري كيدني از نوت ان ابسوليوت كونترا انديكيشن فور بايوبس، لكن تستوجب الريد فلاج، يعني تستوجب الاسم كله يهتز. احنا مره عملنا دونر جيت بلونفرايتس بعد الدونيشن بفتره، فقلنا نعمل له بايوبسي. احنا عندنا الفاسيلتيز وعندنا الانتوا عندنا كل حاجه. حصل ده اللي حصل فيه الهيماتوما. طب المركز كله كان بيهتز، لان لو الدونر ده دخل في رينال فيلر بسبب الهيماتوما واستوجب نفريكتومي، كلنا هنبقى في يعني هنبقى في حرق شديد وتبقى مشكله كبيره جدا. فلازم ناخذ هذا القرار. في ناس تقول لك نعملها سيتي جايدد، ولا ناخذ راي الدكتوره دوله في الكلام ده. او كان زمان في المركز عندنا بيعملوا اوبن بايوبسي. راي حضرتك يا دكتوره دوله؟ لا طبعا ما عادش الموضه قديمه. الالترا ساوند جايد افضل على فكره من السي تي، لان السي تي بيحط علامه وكذا، لكن الالترا ساوند شايف بس يتعمل بحرص شديد. بلاد بريشر كويس، كوابلورام كويس، عامل بليدنج تايم، مانوفر واحد بروفيشنال، موست بروفيشنال هاند هي اللي تخش تعمل، ويبقى اندر كومبليت كير لغايه ما يطلع من المستشفى، ويبقى كله عارف اخباره ايه، ويبقى متحضر الدم والكلام ده كله. والا تبقى مشكله كبيره. يبقى اذا السوليتري كيدني از نوت ان ابسوليوت كونتر انديكيشن فور بايوبسي، لكن يو شود بي فيري كيرفول. بعد كده السيناريو ده 55 سنه، البلاد بريشر كويس وما بياخدش علاج له، بروتينيا جرام، اس ام جي اف ار فوق 60، الالترا ساوند نورمال، مش عارف السكر، الامنولوجي نيجاتيف. ما ننساش الامنولوجي، يعني احنا قبل ما نقول الديوباسيك، ودي نقطة أنا لاحظتها في حالات البنك وبعدها معاهم، إن احنا الديوباسيك لازم نديله عشان نقول الديوباسيك لازم نعمل حاجات القمة هنا. القمة أنا أشوف الفيرال لازم السيرولوجي تقول إيه؟ اللوبس لازم تقول الأنتي نقدر أنتي نقدر. ولو في ستيجما للفاسكولايتس بتشوف كم الأنكا ولا الكلام ده. والحاجة الثانية لو في شبهة انفكشن بتعمل الانفستيجيشن المناسبة للانفكشن على حسب التشخيص اللي أنت شاك فيه. الكلام ده كله عشان في الاخر تقول ده يوباسيك نيكروتيك، وانت عاوز تعمل له بايوبسي عشان تديله له انسبشن بناء على الكاتيجوري اللي هيطلع في البايوبسي بعد كده. ومهم قوي نكمل الصوره دي. رايكم هنا نعمل بايوبسي ولا ما نعملش؟ هنا البايوبسي مش جاستيفايد قوي. بروتينيا في حدود الجرام، والله هعمل لها اوبزرفيشن. زادت وكذا يبقى انا ساعتها هعمل ايه؟ بايوبسي. لا نفس الحاله بس لوبس هعمل بايوبسي. هعمل بايوبسي. انا مش عارف الدكتوره فاطمه ممكن يعني هل احنا ماشيين نفس الموجه ولا حضرتك ليه معترضه على اي حاجه احنا قلناها؟ اللوبس لازم ليبرال في البايوبسي. الدكتوره فاطمه يعني شاركتنا في كتاب عن اللوبس نفرايتس تم نشره في امريكا في نيويورك، اللي كانت هي كاتبه النفروباثولوجي، اللي كنا ساعتها بنكتب كاتبين جزء اسمه انديكيشن اوف بايوبسي ان لوبس. بعد كده بقى طبعا مع الكيو جايد لاينز اللي نزل السنه اللي فاتت، ليبرا البايوبسي في عيان اللوبس از ليبرا، يعني لو جالي لازم اعمل له بايوبسي كبيز لاين كده. لو حصل ديتوريشن في الوقت اعمل له ري بايوبسي. وقريت في كتاب جمله اسمها انفريتيك نفرايتس، يعني ممكن العيان كلمه انفريتيك معناها ان مش جاي بكلينيكال برزنتيشن، لكن الباثولوجي صارخ. فساعتها ممكن حتى يبقى اذا لو انت قلت لي سرولوجي، عشان كده انا حطيت هنا ايمونولوجي بوست فور لوبس. هنا رغم ان هي 1 جرام بروتين هعمل بايوبس. ماشي؟ ده مثال تاني، خد مثلا 40 طبعا ده لما يكون ست او عيان اوبيس جامد وهايبر تنسف وبروتين 4 جرام، الكرياتين نورمال والاجون 3.9 والالترا ساوند نورمال والاميونولوجي نيجاتيف، انا هنا برضه مش هعمل بايوبس. لان ممكن يبقى اوبيستي ريليتد، وانا كده همشي تبع الهيلث اديوكيشن. انا اقول له لازم ايه طبعا الهوبوت يقل والبوتنس، لكن لو هو بنفس المواصفات واللوبس بوزيتيف يبقى هعمل بايوبسي، لان انا هنا عاوز افسر
والتريتمنت بتاعته بس بتفصع وبيض. العيان ده 6 دقيقتين بورماس انجكس انكسبليند اكوتينال فيلر انديكيشن فور بايوبسي. الاكوتينال فيلر بعمل فيها بايوبسي لما يكون انا مش عارف اقول ده اي تي ان ولا ده ايه، لما اكون في ستيجما للسيستم الجزيز، لما اكون شخصت كلينيكال اي تي ان وطول ما فيش ريكفري، ممكن بعد شهر في ناس كل شهر ناس كل اسبوعين، ديت الانديكيشن لعمل بايوبسي في عيان اكوتينال فيلر. ده 6 سنين. رايكم انا هاخد رايكم بقى في الحالات ديت لان انا قدامي 3 دقايق وخلاص. القلب ده طفل عنده 6 سنين، القلب من كرياتينين ريشيو ريزيستنت طبعا فوق النص جرام غير جرام كرياتينين. ما باجي اقول قلب من كرياتينين ريشيو بقول بذكر قد ايه قلبه وقد ايه بير جرام كرياتينين، وفي طريقه ثانيه برميل مول كرياتينين. رايكم ايه؟ نعمل الطفل ده بايوبسي ولا ما نعملش؟ انا اسمع رايك رفضنا في الحاله دي سبيسيفيك. ست سنين طفل وديته تريتمنت؟ لا لا مبدا جوع اللي هو جاي لي وعندي بغض النظر عن التريتمنت. اه لا ست سنين يبقى الاول لازم اعمل ترايل الاول؟ اه تعمل ترايل مني باسترويد عشان اشوف ال بديت ريسبونس بعمل بايوبسي. اه اول مره ما ناخدش بايوبسي. تمام. لو عندي امبيرد كيدني فانكشن ممكن نحتاج بس 600 مللي جرام. يعني 600 مللي جرام مش نفوتك حسب الجي اف ار. لو جي اف ار لو الاطفال اغلبهم مينيمال تشينج. طب ما هم قالوا الكلام ده، انا تخيلت ان تقول حاجه ثانيه. القصه هي بعرضها ليه؟ لان طبعا كل حاجه احنا يعني احنا بتوع ادلت المفروض ما نتكلمش في الاطفال، فبنسيب الاطفال يكونوا اطفال. فاخر مقاله هي رينال بايوبسي كرايتيريون ان شيلدرن ويز اسيمتوماتيك كونستنت ايسوليت بروتينوريا، حاطين الثريشولد بتاعها نص جرام بير جرام. فوق النص جرام بير جرام في الغالب ما بيطلعش مني مال تشينج. هو مكتوب من كده. فالبرزستنت كونستنت البيمنوريا ممكن تبقى اندكس، وهنا حاطين الثريشولد بتاعها نص جرام بير جرام، ده الاندكس الاف سي اس والقصه دي. اخر نقطه اختم بها البرزنتيشن، طبعا دي محتاجه دسكشن، واحنا في البراكتس بتاعنا فعلا بنمشي زي ما الدكتوره فاطمه قالت، ده الطفل هبدا اديله استرويد، بس خلي احنا في الاطفال هل بندي للليفل ده استرويد؟ ما بديش الليفل ده، انا عاوزه نفروتك سندروم. فهنا لو هو مش نفروتك وجاي للكبد وعاوز ادي استرويد وما عنديش نفروتك سندروم، ده ممكن يبقى انديكيشن بايوبسي عشان اشوف فيه ليجن ولا لا. لو طلع اف جي اس طبعا لازم اديله تريتمنت، ما استناش لغايه ما يجي له بين الفيلر بعد كده. النقطه اللي عاوز اختم بها هي المقاله دي. المقاله هي بوزيشن بيبر اون ستاندرايز نانيو بلاستيك كيدني بايوبس ريبورت. يعني ايه الكلام ده؟ المفروض يبقى عندي علشان يتحقق النجاح من البايوبسي لازم حاجتين، لازم بارتنر شيب ما بين النفرولوجيست وبين الباثولوجيست. الواحد شاف بره طبعا الاستاذ الباثولوجي او الدكتور المتخصص بتاع الباثولوجي بيجي له الكونسلتنت بتاع الفرجر معاه بيقروا الحاله مع بعض، وفي وساعات يقول له انا مش مقتنع بالتشخيص بتاعك، راجع لي التشخيص طب وريني، ودكتور الباثولوجي يقول له انت ما ادتنيش كلينيكال داتا، او يشوف حاجه غريبه مش مفسره بالمعطيات اللي حاططها في التقرير في الريكوست، فيقول له فيها كذا ولا كذا ولا كذا، في الاخر بتتكامل الرؤيه عشان ناخد عشان ناخد الفائده العظمى من عمل بايوبسي لازم نتحدث مع بعض، لازم دكتور الكلى يتكلم مع الباثولوجي بتاعه. ويمكن الواحد ايام ما كان نايم كنت بنزل الدكتوره فاطمه وعرفتني يعني ايه ميزانجيال سيل ويعني ايه مش عارف بيزك ممبرين، الكلام ده كله معطيات جميله لازم نعرفها، لازم نعرفها. دكتور الكلى كويس لازم عنده فكره عن الباثولوجي، دكتور الباثولوجي كويس لازم يبقى فكره عنده فكره عن الكلينيكال. الاثنين بيتعاشوا مع بعض فبيطلعوا حاجه جميله وتنتهي التشخيص كويس. طبعا هم ما هو نفرج يعني نفرج مظبوط تمام. لا ده هي المقاله دي فكرتني بالكونسيبت تمام. المفروض يا جماعه احنا في خطا شهير بيعملوا ايه؟ ايه الدياجنوزز؟ لا انا لازم اتعلم اقرا الديتيلز الجلومرولاي فيها ايه؟ الفيجولز فيها ايه؟
وبتناقش مع دكتور الباثولوجي، ما باخدش في الاخر الدياجنوزس كده اف سي جي اس، فما هو اف سي جي اس وكل حاجه بايظه فايبروز وكده، ما هو يبقى عشان دول فيتو. فلازم يبقى في دسكشن، هم حاطين كرايتيريا هي، ودكتور الباثولوجي الشاطر بيعمل بيمشي على الايتمز واحد واحد واحد، وانا بنصح ان احنا ما نبصش على كونكلوجن في الاخر. يعني انا ابص على كونكلوجن احطه في الباك مايند، لكن لازم اقرا التفاصيل. والاصح من هذا ان هو تتخلق مساحه من التفاعل مع الدكتور بتاع الباثولوجي، يبقى النفرولوجيست والباثولوجيست الاثنين يقعدوا مع بعض، لان ده بيغير تقريبا. انا كده كده انا بس برضه بنهي بالسلايد ديت، يعني السلايد ديت انا خلاص خلصت. ديت زي ما انتم شايفين كده دايما بقى حاططها في ثلاث اربع محاضرات اخرانيين. ده الدكتور ماشي على سلك اهوت، قلبه مع البيشنت عاوز يعمل له حاجه، وانا كنفرولوجيست لو العيان جاله وعملت له بايوبسي انا ما عملتلوش حاجه، ببقى راشن جوايا احساس كده، وخاصه في الاول عاوز ده كله بايوبسي. لكن فعلا بيجي زي ما لورد مورال قال، ان اخر حاجه الواحد بيتعلمها في الكارير بتاعه امتى يقول ما اعملش. تمام؟ فلازم انا عاوز اعمل بايوبسي علشان احط دايجنوزس واجاد تريتمنت، لكن لازم احكم المخ والعقل. العقل معناه انه يخلي الواحد ما يعملش، لان انا لو دخلت العيان في هارم يبقى انا خسرت كتير. يمكن الميديسن كله لغة اللي كير زي ما قلت الاول افابيلتي ونايس، ولو الواحد محتاج يزود اللي ايه جرعه الحب والحنان في التعامل مع الناس. الدكتور اسامه ده في سوهاج، الدكتور اسامه في سوهاج عمل معانا ثلاث محاضرات، وقعد مع الدكتور ايناس كمودريتور للنيرس كورس، ادوا محاضرتين تعريف برينال فيلير بالعربي للتمريض، والبرتانيا درس للتمريض بالعربي، وقال في الكورس بتاع الدكاتره اللي البرتانيا درس للاطباء، وهو ماسك من ضمن الناس اللي ماسكين البرتانيا درس على مستوى مصر. اللي احنا سبقنا الدكتور عبد المجيد نحاس تكريم الدكتور اسامه في 15 نوفمبر السابق، وانا اتبسطت جدا ان احنا سبقناه، لان لو كان جه الحفل اللي عملناه للدكتور اسامه بعد تكريم الدكتور عبد المجيد له يبقى ده رد فعل. لكن احنا حسينا فعلا الراجل ده عمل عظيم جدا، وجات القصه بعد عمل دوره البايوبس في المستشفى هنا اللي اتعمل فيها 6 مرضى، واللي هم يتقدموا النهارده دكتوره فاطمه لسعد بتعليقها عليهم، الواحد يرجع يستعيد تاني ذاكره زمان. ده طبعا تكريم الدكتور عبد المجيد للدكتور اسامه، هو يستحق اكثر من هذا بكثير، وبشكركم على حسن الظن. شكرا. ما بيعملوش وبعدين لانه بيخافوا من حاجه، ودي بيخاف يحصل ديسيمينيشن ثرو تراك بتاع النيدل. فلما يكون عندي واضح في الليجن، عشان كده الترا ساوند مهم، لما يلاقي سوليتري ليجن او هايبر اوكت ليجن وسسبيشس او هيتروجينس سيكريستي، وده سسبيشس للنيوبلازم، بتعمل سي تي، وبناء على السي تي هيحصل اكسبلوريشن ويتعامل معاه. لكن ساعات بتبقى قصص فاجعه، يعني ساعات حالات اي جي نيكروباسي ممكن الهيماتوما اللي في داخل البلفز تعمل تبان في راديولوجي، وفي حاله مشهوره في النيكروليس ترانسبلانتيشن حاله هيماتوما جت في البلفز بدت في السي تي كانها تيومر، والعيان اتعمل له راديكال الكريتومي وطلع في الاخر هيماتوما في عيان اي جي نيكروباسي. فلكن دي بتبقى حاجات نادره خالص كيس ريفرس، لكن احنا ما بنعملش. فده ما عنده جاستيفيكيشن من الراديولوجي ان ده بيشير للمالجنسي، بنبعد عنه. لا بناخد قبلها بناخد بنعمل كل الكيمستري بتاعنا، وبنحدد التيومر ده ايه ونوعه ايه وكده، وبعد كده بيفتح بقى وعارف بيفتح ايه. كانت الاوراق ما بياخدوش؟ لا هو زي ما حضرتك بتقول فعلا، هو فاتح ياخد فرونو بايوبسي للباثولوجي الصح، وده اللي عاملها في مركز الكلى. احنا في مركز الكلى بنبورت بايوبسي اي شخص بالذات لما بتبقى مثلا بالابر بول وكده، ساعات بتبقى سوبرارينال ساعات بتبقى لا
هو الترند في مركز الكلى بالنسبه لليورولوجي يعني عشان انا عايش معاهم لما بيبقى في سسبيشس او بروفيشنال دايجنوستس من الراديولوجي ده تيومر ودونت بايس. نشكر الدكتور حسين شعيشة على العرض الشيق بالنسبه لي واهميه الرينال بايوبسي، وطبعا بنؤكد على اهميه الكوميونيكيشن مع البيشنت وباسلوب هو يفهمه. انا ممكن اتكلم مع البيشنت ساعه وما يفهمش وما يقتنعش، يبقى انا ما عملتش الانفورم كونسنت اللي الدكتور حسين بيقول عليه، فلازم انزل لمستوى الكالتشر بتاعه البيشنت ده واوصل له المعلومه. وان احنا طبعا اهميه البيوبسي ان احنا العيان هيقعد يسال اسئله كتيره قوي، في اجابتها هتلاقي في البيوبسي هي الاجابه. يعني لازم نفهمه كده ان من ضمن ان احنا بنسرع على البيوبسي ان هو كل الاسئله بتاعته، يا ترى هيجي لي فشل كلوي، ايه العلاج، ايه الديزيز اللي عندي، هيحصل ايه. فاعتقد كل الاجابات دي هتبقى في رينا البيوبسي. وطبعا الانديفيدوال ديسيجن بتاع كل حاله، يعني احنا ما بنحطش ديسيجن لرينا البيوبسي وبتمشي مع كل بيشن، لكن ده طبعا بنعمل انديفيدواليزيشن لكل ديسيجن احنا هناخده لكل حاله بالنسبه لي. طبعا بنشكر الدكتور حسين تاني على المحاضره ودكتور طارق. هنبدا تعليق الجزء الثاني ان شاء الله، سيتا كيسز ريل كيسز.